تشيلسي مانشستر يونايتد وين المباراه وين مباراه شيقه مباراه كبيره ديربي كبير وين نقولوا مباراه في القمه مستوى عالي لعب جمهور لاعبين مدربين يعني في الدوري الانجليزي الدور الممتاز وين البريمير ليغ شفنا كيفاش الجوله 26 وين كانت مباراه في القمه ما بين زوج مدربين ما بين لاعبين ما بين انديه تاريخ تاع الانجليز وين فرناك لومبارد مدرب تشيلسي مدرب الكبير اللي دخل بخطه 4-3-3 شفنا كيفاش المدرب تاع مانشستر اولي مدرب مانشستر يونايتد اللي دخل بخطه 3-4-1-2 خطه وين كل مدرب واستعمل الخطه تاعو شفنا كيفاش هدف الشوط الاول في الدقيقه الاخيره عن طريق انطوني في الدقيقه 45 شفنا كيفاش هاري اللي سجل هدف في الدقيقه 66 يعني وين قضى على احلام تشيلسي في العوده في النتيجه بعد ما كانوا نقولوا كما نقولوا احنا يرموا بكل ثقه لهم من اجل التعديل النتيجه لكن بدون جدوى امام فريق عرف كيفاش مانشستر يونايتد اللي خادع تشيلسي في ميدانه شفنا كيفاش الاحصائيات وين شفنا 56% نسبه استحواذ لتشيلسي 449 تمريره 290 تمريرة لمانشستر يونايتد 44% نسبة استحواذ لمانشستر يونايتد لكن هذه ما تكفيش وين شفنا كيفاش مانشستر يونايتد صح ما داش تمريرات صح ما كانش استحواذ لكن كان واقعي في وين شفنا كيفاش جاوه فرص وين سجل الفرص وسجل الاهداف شفنا ماسون شفنا كوارترا شفنا ويليام شفنا بيدرو ماتيو يعني من جانب تشيلسي شفنا كيفاش مانشستر يونايتد شفنا انديريسون شفنا انطونيو شفنا دانيال شفنا بيرنو شفنا بيناردو ويليامز شفنا ماتيش شفنا فيدريكو رودريغو ناتوس شفنا كيفاش ارون فان شفنا لوك شفنا هاري ايريك دافيد ديخيا اللي انقذ المرمى تاعو من اهداف محققه خاصه في الدقيقه 35 عن طريق اللاعب ويليام سيدي سيلفا شفنا كيفاش انطونيو في الدقيقه 48 شفنا ضربه شفنا هدف كان ملغى من جانب كوارترا في الدقيقه 55 شفنا كيفاش هدف كذلك ملغى في الدقيقه جيرو في الدقيقة 77 يعني كانت المباراة كانت شيقة شاهدنا أهداف شاهدنا لعب شاهدنا متعة في الميدان هذه هي المباراة الجولة 26 الدور الإنجليزي الممتاز البريمير ليغ تشيلسي مانشستر يونايتد صحيح.